الرئيس سيسي يهنئ رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية بيوم أوروبا. مصدر رفيع المستوى: استئناف مفاوضات هدنة غزة اليوم في القاهرة بحضور كل الأطراف. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب حكومة إسرائيل بوقف التصعيد ويندد بالأنشطة العسكرية في رفح الفلسطينية. مروحية إسرائيلية تجلي قتلى وجرحى من رفح الفلسطينية، ولجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية نرفض مخططات فرض الوصاية على المعبر. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.